مكملين معاكم في تغطيتنا النهارده لفعاليات معرض القاهره الدولي للكتاب في دورته ال 53. واسمحوا لي اقول لكم ان اللي معمول في القاعه الخاصه بالاطفال الحقيقه شيء مبهر. اللي انا شايفاه اولا طبعا مش عارفه احكي لكم كم الاطفال ما شاء الله وكم العائلات اللي موجودين الحقيقه، وكله منطلق وكله سعيد جدا وكله لاقي كل اللي هو عايزه. قررنا النهارده ان احنا نقابل الاستاذه ميريم رزق الله. الاستاذه ميريم رزق الله طبعا هي من الكاتبات للاطفال، مهتمه جدا بادب الطفل، ومش بس كده كمان هي مترجمه وبترجم كمان الكتب بتاعتها للغات تانية كتيرة. استاذه ميريم مساء الخير. اهلا بحضرتك. واولا انا سعيده جدا الحقيقه باللي انا شايفاه، ولسه هنتكلم اكتر عن التفاصيل. احكي لي بس شويه الجناح ده بالنسبه لك، كل سنه بتكوني موجوده هنا ليكي مكان معين؟ دي ثالث مره بننزل فيها. ثالث مره؟ وده شرف لينا وفرح لينا طبعا، لانه بالنسبه لنا معرض الكتاب ده عيد. اكيد عيد الثقافه المصريه حقيقي. يعني احنا بنقول عليه، احنا الحقيقه يعني اطلقنا عليه ان هو عيد الثقافه المصريه. تعالي كده نتكلم وتعرفينا اكتر شويه ايه الحاجات اللي موجوده. انا شايفه في حاجات بالفرنساوي، وشايفه في حاجات بالانجلش، وشايفه طبعا الحاجات اللي بالعربي. يعني مجهود الحقيقه كبير جدا، واعتقد ان الترجمه دي فرقت معاكي. ده حقيقي فرقت معاكي في انك توصلي لجمهور اكتر. هو ده اللي انا بسعى ليه لسه، بس احنا لسه في البدايات. فيعني اللي انا بحاول بيه بان انا اطرح كتب باللغه الانجليزيه والفرنسيه تبقى مؤلفه ومصوره بجهود مصريه، انه ننافس. يعني ده اللي بنطمح ليه، ان احنا ننافس الكتب الاجنبيه المستورده اللي هي اسعارها بتبقى مبالغ فيها جدا، ونوري القارئ المصري انه في منتج مصري، كتاب مصري باللغه اجنبيه يستحق ومعمول بجوده عاليه وبعنايه كبيره. قد ايه احنا مهتمين بالطفل المصري من وجهه نظرك؟ يعني انا شايفه انه اطفالنا الحقيقه او الجينريشنز الموجوده دلوقتي مظلومه. ده حقيقة. احنا لحقنا شويه، يعني احنا لحقنا شويه من عاداتنا ومن ثقافتنا ومن تفكيرنا ومن موروثاتنا. الحقيقه انه الجيل اللي موجود دلوقتي متعرض للثقافه الاجنبيه بشكل كبير جدا، عشان كده انا شايفه ان احنا محتاجين نهتم بالطفل اكتر. قد ايه مهتمين بالطفل من وجهه نظرك استاذه ميريم، وشايفه ناقصنا قد ايه؟ انا حاسه ان احنا محتاجين نقطع شوط كبير في المحتوى عموما اللي بيتقدم للطفل، مش بس في الكتاب. محتوى الافلام الكرتون طبعا، محتوى الافلام العاديه، محتوى الاغاني، لانه الاطفال بيرددوا حتى الاغاني اللي احنا بنسمعها ككبار طبعا، حتى لو هم مش فاهمين معانيها طبعا، حتى لو فيها قيم مش ما يصحش قوي ان الطفل يبقى متعرض لها. ايوه. فده كله ممكن يكون بيلوث براءتهم طبعا، وبيكبرهم بدري. بالظبط بيكبرهم بدري قوي. يعني احنا بنشوف دلوقتي الاطفال اللي في سن الصغير عارفين حاجات احنا عرفناها احنا عندنا 17 سنه و18 سنه، سابقنا بكتير، سابقنا بكتير قوي مع الانترنت. ودي حاجه تخد، بس هي مش غلطتهم قد ما هي غلطتنا، لانه الطفل بياخد اللي احنا بنقدمه له. طبعا لو احنا قدمنا له محتوى يليق بسنه ومحتوى يكون جذاب، لانه لازم يكون جذاب. احنا في عصر دلوقتي الصوره هي البطل طبعا، الصوره مش بس الستاتيك، مش الثابته بس، الصوره المتحركه كمان. ايوه. فلازم ابقى انا بعرض له قيمه حلوه وقيمه مفيده لي في شكل جذاب جدا. انا ده مجهود مضاعف احنا لازم نعمله. انا عارفه ان معرض الكتاب السنه دي في دورته 53 مهتمين قوي بالطفل. ده حقيقي. وعاملين قاعه خاصه للطفل. مزبوط. يعني هم من يعني الحياه اول مره تحصل فعلا. يعني قاعه خاصه للطفل بكل اعماره. خلينا نرجع للكتب، بتوجهي كتبك للاعمار ايه؟ انا مهتمه بالطفل من سن سنه لسن يعني الناشئه او اليافعين اللي هم 12 و13 و14 سنه، ودول فئه مظلومه شويه، فما فيش كتب بتخاطبهم هم تحديدا. فانا بهتم انه كمان الطفل يبقى انسان واثق من نفسه، معتز بمصريته. يعني حته الهويه بتفرق جدا معايا، وانه يكون انسان عارف قيمته وبناء بقى في المستقبل يقدر يبني بلده ويقدر طبعا. وهو ده اللي احنا كلنا عايزينه لينا ولولادنا او لبلدنا. والحقيقه خليني اقول لكم ان انا لفت نظري جدا عنوان كتاب كلك ذوق على الانترنت. انتوا طبعا اكيد عارفين قد ايه الانترنت دلوقتي بقى يعني موجود في كل بيت تقريبا. بنشوف حاجات كتير جدا على الانترنت خادشه للحياه، بنشوف حاجات بعيده عن تقاليدنا، بعيده عن الذوق، بعيده عن الاخلاق.
عجبني الموضوع، وعجبني انك داخلاله من كلك ذوق، يعني انت بتشكريه على ذوقه، انت مش بتوجهيه، انت بتشكريه على ذوقه. كلميني شويه عن السلسله دي، وحضرتك قلت لي واحنا بندردش انه انت عامله منها كلك ذوق في حاجه كذا حاجه. مظبوط. هو كلك ذوق على الانترنت ده احدث اصدار من السلسله. السلسله مكونه الى الان من 5 عناوين. كلك ذوق في البيت دي بقى بنبتدي بقى مع الطفل من الاول خالص، لانه ده اول مجتمع بيحتك بيه طبعاً. محتاج مجتمع الاسره، الاب والام والاخوات، فازاي اكون كل ذوق في مع البيت، بابا وماما واخواتي والضيوف اللي بتجيلي في البيت والناس اللي بتساعدنا في البيت. في كلك ذوق في الاماكن العامه، مدرستي، الشارع، المستشفى، السينما، كل المكتبة العامة، كل الأماكن اللي الطفل ممكن يكون بيروحها، إزاي السلوكيات اللطيفة المهذبة يكون بيتبعها فيها. كلك ذوق مع الأصدقاء والأقارب بتتكلم عن الدايرة الأوسع من العيلة، وكلك ذوق في أعياد الميلاد مش بس بتتكلم على أعياد الميلاد، بتساعد الطفل إنه يكون إنسان اجتماعياً ناجح كضيف وكمستضيف في أي مناسبة من المناسبات. واخيرا كلك ذوق على الانترنت عجباني قوي، لانه كتير الناس الفاصل ما بين العام البابليك والخاص البرايفت بقى ضايع بسبب الانترنت حقيقي. انا بفتكر ان انا قاعد قدام الشاشه في بيتي، بس انا شاشتي دي بيشوفها كل الناس، وناس انا حتى ممكن ما اكونش بعرفها حقيقي. فانا بقى ازاي اكون كلامي وكتابتي وصوري وشكلي وهيئتي لائقه في العام من خلال الانترنت. وكمان في بعد اكبر في الكتاب ده، انه في حته توعويه للطفل ازاي يحافظ على خصوصيته، لان احنا دلوقتي ممكن نتعرض للتنمر، وممكن نتعرض لسرقه الهويه، الاكونت بتاعنا ممكن يتسرق على الانترنت طبعا. ممكن في ناس بتفصح بزياده عن معلومات خاصه وشخصيه ومعلومات طبعا. اسريه، ودي بقت مشاكل كتير الاهالي بتتكلم فيها، ازاي اخلي طفلي انصحه ازاي اللي بيتقال جوه البيت ما يطلعش بره البيت. ففي حاجات بقى دلوقتي بتتحط على الانترنت طبعا، وصعب ان حضرتك ترجعيها تاني. خلاص بقت في السجل بتاعك ممكن مدى الحياه حقيقي، فخطيره جدا حقيقي. والموضوع الاكثر خطوره بقى المواقع اللي ينفع ادخلها واللي ينفع ما ادخلهاش طبعا. انا كطفل حضرتك بتوعيهم بقى في كل في الكتاب ده بالزبط. حلو قوي، انا سعيده جدا ان انا قابلتك. اهلا بيكي يا استاذه ميريا، وبتمنى لحضرتك كل التوفيق. شكرا جزيلا. ميرسي.